حياتك الجواز كان قرار عقلاني؟ ايوه ما فكرتش. كان انه خلاص it's about time، انا خلصت دراستي ودلوقتي علشان ابقى اقدر اتفرغ بقى الفني وكده، مش لازم بقى كل ما اعمل مسلسل اعمل فيلم يقولوا مش عارف ايه الحكاية الرواية، فخلاص قرار انه. على فكرة في يعني مقولة خاطئة انه الراجل هو اللي بيتجوز الست بيختار او هو اللي بيختار الست. تعالي كده نرجع لديننا او كل الاديان انه لازم في ايجاب وقبول. قبول. لو فرضنا استاذ عمرو راح علشان يتجوز المدام بتاعته، لو هي ما وافقتش كان تم الجواز؟ لا طبعا. لو انت جايلك حد علشان يتجوزك لو انت ما وافقتيش هيتم الجواز؟ برضو لا. احنا بس بنقنعهم ان هم ان اللي هم بيختاروا، وطبعا معلش يعني حقك عليا، الموضوع مش موضوعكم خالص خالص. يعني الرجاله بتضحك عليهم يعني. طبعا. وبعدين الست بتبقى فاهمه كويس قوي وهي ذكيه جدا جدا، حتى دايما نقول ايه الراجل يبقى اكبر من الست بكذا سنه. ليه؟ عشان يدوب عشان يواكب ال الست البنات بيكبروا اسرع من الرجاله. بيعجزوا اكتر لا في لا بيكبروا في عقلهم. بعدين العجز ده بقى موضوع تاني، دي حاله نفسيه برضو يعني ده صح. لانه انا ممكن اعيش في جلباب ان انا عندي 90 سنه ومش قادره امشي ومش عارف ايه وامثل دور ده، وانت تقتنع وتقول يا حرام ده خلاص دي عندها 90 سنه. والعكس وممكن العكس، انا جوايا طفله، جوايا لسه حاسه ان انا قادره اعمل واروح واجي ومجتهده، والرياضه عملت لي حاجات كتير. الباليه اداني روح تانيه خالص، منيره مختلفه، علشان كده انت تقدر تبقى بتطلع وبتشوف وبتسمو وبتتخيل. فما فيش الكلام اللي انت بتقوليه، كل حاجه بحساب.